اليوم بحلقتنا بأوتوموبيل هنتعرف فيها على معرض لوس أنجلوس الدولي اللي تقدم فيه عديد من السيارات خاصة الاختبارية وأيضا التجارية. من أهم السيارات التجارية اللي تقدمت هي جاكوار اف تايب كوب وأيضا بورش مكان الكروس أوفر الجديد من عند بورش. وكمان كريم تم افتتاح صالة عرض بيجو الجديدة نحن موجودين فيها اليوم وتقدم فيها سيارات وطرازات عديدة لعام 2014. خلينا نبلش حلقتنا هلا بأهم السيارات اللي تقدمت من الكونسبت بمعرض لوس أنجلوس. GLA سيارة جديدة بالكامل من الصانع الألماني مرسيدس بانز تم تقديمها خلال منتصف العام الجاري كسيارة منتمية لفئة سيارات الكروس أوفر المدمجة. أما جديد هالفئة الجديدة كان تقديم نسخة اختبارية منها رياضية هالمرة بتوقيع فرع الشركة الألمانية الرياضية AMG لتصير تسمية هالسيارة أو هالنسخة الاختبارية GLA 45 AMG. تتميز GLA 45 AMG بتصميم رياضي 100% مع إضافات انسيابية طغت على تصميمها الخارجي. أما من ناحية الميكانيكية زودت مرسيدس سيارتها الاختبارية الجديدة بنفس محرك اخطى A45 AMG المؤلف من 4 اسطوانات سعة 2 لترات مع توربو بقوة 355 حصان مع عزم دوران بيوصل ل 450 نيوتن متر. كشفت مرسيدس من خلال معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات عن سيارة سوبر رياضية جديدة ما شفتوها على الطرقات أبدا. ليه؟ لأنها مخصصة للعبة جراند توريزمو 6 الإلكترونية الشهيرة. تصميم الخارجي لسيارة AMG فيجن جراند توريزمو الاختبارية بيمتاز بشكله الرياضي المميز والانسيابي لأقصى الحدود. وصرح بعض المسؤولين عن أنه بعض خطوط هالسيارة الاختبارية الجريئة تنتقل بالمستقبل لسيارات مخصصة للإنتاج التجاري من الصانع الألماني. ميكانيكيا صرحت مرسيدس بانه سيارتها السوبر رياضيه الخياليه واللي اطلقت عليها تسميه فيجن جراند توريزمو مزوده بمحرك مؤلف من 8 اسطوانات قادر على توليد قوه 577 حصان مع عزم دوران بيوصل ل 800 نيوتن متر. جديد الصانع الأمريكي فورد بمعرض لوس أنجلوس الأخير كان عبارة عن إطلاق نسخة اختبارية من الجيل المرتقب من سيارته أدج المنتمية لفئة سيارات الكروس أوفر المدمجة. وبتمتاز هالنسخة الاختبارية بتصميم جريء بينتمي بوضوح لفلسفة الصانع الأمريكي المعتمدة مؤخرا مع طرازاته الجديدة اللي بتلاقي نجاح عالمي بعد اعتماد خط توحيد طرازاته العالمية. ميكانيكيا ما تم الكشف عن تفاصيل المحركات المتوفرة على فورد أدج الاختبارية لكن لم أكد اعتماده لمجموعة من محركات إيكو بوست مجهزة بنظام تيربو مع دخول أجل جديد الإنتاج التجاري. سوبارو ليجاسي هي واحدة من أشهر وأعرق السيارات ضمن فئة السيارات السيدان المتوسطة اليابانية ولطالما تميزت عن باقي منافساتها بتكنولوجيا متطورة بالإضافة لاندفاعها الدائم بالعجلات الأربعة. أما الجديد بمعرض لوس أنجلوس كان تقديم نسخة اختبارية من سوبارو ليجاسي بتتميز بتصميمها الانسيابي المنتمي لفئة سيارات الكوبي بأربع أبواب وهو أمر معهدناه من قبل مع سيارة من نوع سوبارو أو سيارة يابانية بشكل عام. من الناحية الميكانيكية ما كشفت سوبارو عن أي تفاصيل لكن فعلا نتمنى أن تنتقل معظم سمات التصميم الخاصة بطراز سوبارو ليجاسي الاختبارية للنسخة التجارية منها المرتقب تقديم العام المقبل.
مكان كروس اوفر جديد بالكامل من عند صانع الالماني بورش اللي تقدم مؤخرا بمعرض لوس انجلوس. وهالسياره بتحمل محركين، المحرك الاول هو من 6 اسوان 9 3 لتر توربو بيولي 340 حصان، اما المحرك الثاني هو ايضا من 6 اسوان 9 3.6 لتر توين توربو بيولي 400 حصان. وايضا السياره بتتسارع من 0 ل 100 ب 5.1 وايضا 4.8، وبتنعد سياره تاديتها عالي جدا رياضيه. واعتقد اكثر شيء الاقبال حيكون على هالسياره هو الجنس الناعم. خلينا نشوفها سوا. أطلقت شركة بورش الألمانية من خلال معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات سيارتها الجديدة بالكامل مكان المنتمية لفئة سيارات الأسيوفي المدمجة، لتدخل مع الشركة الألمانية معترك جديد بضم العديد من السيارات المرموقة بهالفئة خاصة من عند الصانعين الأوروبيين وبالتحديد الألمان منهم، كما هو الأمر مع باقي طرازات بورش. من النظرة الأولى لتصميم مكان الخارجي بإمكانكم المعرفة على الفور بأنكم بتوقفوا أمام سيارة بورش، فهي بتبرز بجسم فريد ذات تصميم مسطح وعريض، كما بتحفل بغطاء محرك بيحتضن مقدمة السيارة وسقف منحني بشكل طفيف لبعزز طابعها الرياضي الأنيق وشخصيتها الديناميكية القوية. من الداخل تتميز مقصورة مكان بمزايا جديدة مع حجرة قيادة بتوفر فيها جميع الصفات المعهودة بسيارة رياضية من توقيع بورش، إن كان لناحية المقعدين الأماميين المنخفضين والكونسول الوسطي المنحدر صعودا، بالإضافة لمفهوم الشاشة والتشغيل وصولا لخيارات التعديل الشاملة. واللي بيلفت الأنظار بالمقصورة مقود رياضي متعدد الوظائف بيمتاز بتصميم جديد بالكامل بيرتكز على مقود 918 سبايدر سوبر رياضية، وبيتضمن مفاتيح تشغيل إضافية قياسية متعددة الوظائف للتحكم بالهاتف والراديو وكمبيوتر السيارة، بالإضافة لمقبضي تعشيق عمليين ليضمن بقاء يدي السائق على المقود وحصر تركيزه بالطريق. ميكانيكيا رح تتوفر بورش مكان مع وصولها لأسواق الشرق الأوسط بالربع الثاني من العام 2014 مع طرازين. طراز الأول هو مكان S اللي بيتضمن محرك من 6 أسطوانات على شكل V سعة 3 لترات مع شحنات توربو قادر على توليد قوة 340 حصان ما بين 5500 و6500 دورة بالدقيقة، مع عزم دوران بيبلغ 460 نيوتن متر متوفر ما بين 1450 و5000 دورة بالدقيقة، بالإضافة لنظام دفع رباعي نشط مع قابض متعدد الأقراص بتحكم إلكتروني بيشتغل وفقا لبرنامج تشغيل. وجد نظام الدفع الرباعي طريقه لطرازات مكان كافي من دون استثناء، أما بالنسبة لنقل القوة فبيتم بحسب الحاجة ومن دون أي انقطاع بطاقة الدفع تقريبا، وذلك بواسطة علبة تروس بي دي كي بقابضين من 7 سرعات بتيح للسيارة التسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بغضون 5.4 ثواني مقابل 5.2 مع رزمة سبورت كرونو الاختيارية، وصولا لسرعة قصوى بتبلغ 254 كيلومتر بالساعة. بتراوح معدل استهلاك مكان أس للوقود بدورة القيادة الأوروبية الجديدة NEDC بين 8.7 و 9 لتر بالمئة كيلومتر. أما الطراز الثاني وهو هون طراز القمة مكان توربو اللي بإمكان القول عنه بأنه الطراز الأقوى ضمن فئة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستعمالات، وهو بيتضمن محرك بتستخدمه بورش للمرة الأولى وبتألف من 6 أسطوانات على شكل V سعة 3.6 لتر مع شحنات توربو قادر على توليد قوة 400 حصان عن 6000 دورة بالدقيقة، مع عزم دوران مرتفع بيبلغ 550 نيوتن متر متوفر ما بين 1350 و4500 دورة بالدقيقة، اللي بيدفع السيارة ل 100 كيلومتر بالساعة بغضون 4.8 ثواني مقابل 4.6 ثواني مع رزمة سبورت كرونو، وصولا لسرعة قصوى بتبلغ 266 كيلومتر بالساعة. وعلى الرغم من هالأداء الرياضي بينحصر استهلاك مكان توربو للوقود بمعدل بتراوح بين 8.9 و9.2 لتر بالمئة كيلومتر. من بعد ما شفنا البورش مكان كريم السيارة بتعقد، عندها منافسات كتار، من بي ام دبليو عنا الاكس 3 ومن اودي عنا الكيو 5. مزبوط لين، هي ما ننسى انه المكان هي مبنية على قاعدة عجلات اودي كيو 5، وايضا انا بنظري هو المنافس الاهم هو بيجي من بريطانيا هو الرانج روفر ايفوك. خلينا نشوف اهم منافساتها بهالروبورتاج. ب
بي ام دبليو اكس 3 بيبقى من اهم منافسات بورش ماكان الجديده بفئه سيارات الاس يو في المدمجه من ناحيه الحجم بشكل عام وتمتعه بشخصيه رياضيه الى جانب اناقته وعملانيته. ميكانيكيا بتوفر بي ام دبليو اكس 3 مع مجموعه متنوعه من المحركات، لكن المحرك الاقرب من ناحيه القوه لمجموعه محركات بورش ماكان بيبقى محرك القمه المالف من 6 اسطوانات سعه 3 لترات مع شحنات توربو قادر على توليد قوه 306 حصنه عند 5800 دوره بدقيقه، مع عزم دوران بيوصل ل 400 نيوتن متر بيعطيها هالمحرك عند 1400 دوره بالدقيقه بس. وبتنتقل قوه هالمحرك للعجلات الاربعه الدافعه من خلال علبه تروس اوتوماتيكيه مالفه من 8 سرعات. اما من ناحيه التأدي فبيتسارع اكستريم من 0 ل 100 كيلومتر بالساعه بخلال 5.7 ثواني، وبتوصل سرعته القصوى ل 215 كيلومتر بالساعه. Q5 هي سيارة ألمانية تانية منافسة بشكل مباشر مع بورش ماكان الجديدة، تتميز بتصميمها الأنيق وشخصيتها الرياضية خاصة مع حزمة S الرياضية. أما من ناحية الميكانيكية تتوفر Q5 بمجموعة متنوعة أيضا من المحركات على غرار BMW X3، لكن المحرك الأقرب لمجموعة محركات ماكان بيبقى محرك القمة مألف من 6 أسطوانات سعة 3 لترات مع سوبر تشارجر قادر على توليد قوة 272 حصان ما بين 4780 و 6500 دورة بالدقيقة، مع عزم دوران بيوصل ل 400 نيوتن متر متوفر ما بين 2150 و 4780 دورة بالدقيقة. مع هالمحرك تقدر أودي Q5 الانطلاق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بخلال 6 ثواني وبلوغ سرعة قصوى بتوصل ل 240 كيلومتر بالساعة. بمعرض لوس انجلوس تقدم سياره منتظره اللي هي جاكوار اف تايب كوب. هالسياره بتحمل هن ذاتهم محركات الكونفرتبل اللي هي بتالفوا من 6 اسطوانات وايضا من 8 اسطوانات، تروح قوتهم من 340 حصان وصولا ل 495 حصان. بس كريم في شيء غريب عند اف تايب، هو انه بالاجمال السيارات الكونفرتبل بيكونوا اغلى من الكوب، بس اليوم بي اف تايب العكس صحيح، يعني الكوب هي اغلى من ال يمكن لانه جديده ما بعرف. خلينا نشوفها سوا. جاكوار اف تايب من وقت تقديمها رسميا بداية هالعام بنسختها المكشوفة حصدت نجاحات عالمية ومحلية عديدة، ان كان من ناحية التصميم وديناميكية القيادة. اما جديد اف تايب اليوم كان اطلاق النسخة الكوبية منها من خلال معرض لوس انجلوس الدولي للسيارات، ليضاف معها بعد جديد لسيارات الصانع البريطاني اللي ما بتتوقف عن ابهارنا. وبتتركز روح التصميم الهندسي لسيارة اف تايب كوبي على تجربة جاكوار المميزة بمجال استخدام الألومنيوم بصناعة السيارات، وبفضل الاعتماد على أحدث تصاميم الألومنيوم الصلب ذات الوزن الخفيف من جاكوار واللي بتمتاز بتطورها وأناقتها. بتقدم اف تايب كوبي على غرار أختها المكشوفة توزيع متوازن للوزن. التصميم العام لجاكوار اف تايب كوبي مستوحى بشكل واضح من السيارة الاختبارية CX16 اللي تم تقديمها بالعام 2011، وهو بيجمع ما بين التصميم الرياضي والأناقة مع خطوط انسيابية بتمتد من مقدمة السيارة وصولا للجزء الخلفي منها. من الداخل بتتميز مقصورة اف تايب كوبي الجديدة على غرار التصميم الخارجي بأناقتها وتصميمها الرياضي المستوحى من تصميم الطائرات المقاتلة، لكن المميز هو انه هالمقصورة ما بتشبه اي مقصورة من المتوفرة على باقي طرازات جاكوار. بتتوفر مولودة جاكوار الجديدة بأربع
طرازات، أي بطراز إضافي عن أخت الكوبي، هي F-Type وF-Type S وF-Type V8 S وF-Type R. بتوفر لها السيارة محرك مؤلف من 6 أسطوانات على شكل V جديد سعة 3 لترات مع سوبر تشارجر متوفر بنسختين، الأول بقوة 340 حصان لسيارات F-Type والثاني بقوة 380 حصان لسيارات F-Type S. أما طراز F-Type V8 S بتوفر مع محرك مؤلف من 8 أسطوانات سعة 5 لترات مع سوبر تشارجر قادر على توليد قوة 495 حصان. أما المحرك الرابع المتوفر على طراز F-Type R الجديد بتألف من 8 أسطوانات سعة 5 لترات مع سوبر تشارجر قادر على توليد قوة 550 حصان عند 8500 دورة بالدقيقة مع عزم دوران بيوصل ل 680 نيوتن متر، متوفرة ما بين 2500 و5500 دورة بالدقيقة. بتقدر جاكوار F-Type R كوبي الانطلاق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بخلال 4.2 ثواني وبلوغ سرعة قصوى قدرة 300 كيلومتر بالساعة. بيجو بعد نمبر 1 بين السيارات الأوروبية بلبنان، ووكالة بيجو طورت صالة العرض تبعها وتقدم فيها سيارات عديدة لعام 2014. خلينا نشوف هيدا الريبورتاج سوا، ومن بعدها منشوف أقوى سيارة لبيجو اللي هي RCZR اللي وصلت قوتها لـ 270 حصان. مبروك الصالة الجديدة، اليوم دايما عندكم مشاريع ودايما عم تقدموا لقدام. طيب اليوم بيجو وين صارت؟ نحن بنعرف بيجو كان دايما نمبر 1 بلبنان، رقم 1 بالقليلة على السيارات الأوروبية. كيف اليوم بالنسبة للسيارات الأوروبية؟ وخلينا نشوف كمان شو عم تعمل مع غيرها من منافساتها. إبراهيم، بتعرف إنه بيجو عندها سيجمون معين هو سيجمون السيارات. فيها أكيد لك بعدنا نمبر 1 وفار أواي. الأوروبي بار كونتر شراك عندهم فور ويل وعندهم سيارات. نحن ما عندنا سيجمون فور ويل، سيجمون الفور ويل تبعنا جوينت فينشر مع ميتسوبيشي، كروس اوفر صغير. دونك كروس اوفر صغير ما عندك البوتنشال. اذا بدنا ناخذ بس السيارات بلبنان بعده بيجو نمبر 1 بالاوروبي. طيب بس اليورو عم بيساعدكم؟ بعرف اليورو ما عم بيساعدنا، بعده اليورو ب 1.36 وقت الين اندحر 30% السنه تقريبا. دونك صارت العربيه اليابانيه اخص بكثير، صار الجاب كثير كبير بين الاثنين. بالاول كنت عم تنافسوا الياباني لانه اليورو كان 0.80 اليوم 1.36. طيب اليوم بيجو شو عندهم مشاريع مستقبليه لتقدر تخفض اسعارها؟ مثلا اليوم مثل ما سمعت اليوم اتفاق الصيني مع دونغ فانغ حتى يعملوا سيارات مستقبليه، سيارات رح توصل لعنا على لبنان. ايه رح خبرك شو في هلا. هلا بيجو من جمعتين عينت كارلوس تافاريس. كارلو تافاريس هو نيميرو 2 تحت كارلوس روسن كان بالرنو نيسان، عينوه مدير عام لبيجو ابتداء من 2014. دونك هيدا بده يجيب كارلوس تافاريس، اذا بدك تعرف شوي عنه، هو على مشروع انفينيتي، هو عامل انفينيتي وعمل كل شيء وكان كثير قريب من كارلوس روسن بالمانجمنت، دونك بيعرف كل هول الاشياء. دونك كمان هيدي شغله مليحه لنكست يير. هلا الاهم انه عم يتقربوا من الصيني دونغ فانغ. دونغ فانغ هو ثاني اكبر مصنع بالصين بفبريك سيارات. ديجا في جوينت فينشر بين بيجو ودونغ فانغ بالصين 50-50 بالصين، عم بيفبركوا البيجو بالصين وعم بيفبركوا السيتروين بالصين. بس هالسيارات رح توصل لعنا باسعار معقوله، اسعار منافسه نكست يير بيجو بسعر؟ فوالا، نكست يير بيجو عم بيعمل ديسنتراليزيشن. هلا صار يفبرك بعده مناطق منا يورو. دونك ابتداء من سنه الجاي رح يبلش يوصلنا سيارات منا يورو بيزس. بس بتضل بزيت الجوده؟ بتضل بزيت الجوده لانه اكيد في جوده بيجو وفي السكيورتي تبع اوروبا لانه بدهم ياخذوها على اوروبا. نحن الوحيدين تقريبا بلبنان عندنا النورمز الاوروبيه ويورو 5، نحن كل سيارتنا يورو 5 مثلنا مثل اوروبا. عم تيجي مجهزه بكافه وسائل الامان والسلامه، بكل السيفتي، بكل البولوشن، وبكل السيستمات اللي بتطلبها اوروبا. نحن الوحيدين بلبنان عندنا يورو 5. نحن مثل ما بنعرف بيجو هي عندها ريسيل فاليو عالي كثير، بعدها بدل قيمتها فيها لما ترجع تبيعها. ولكن اليوم الجارانتي قد ايه ثابت؟ هلا الجارانتي ابتداء من 2014 رح تصير 5 سنين.
خمس سنين انليمتد مايلج انليمتد مايلج وان شاء الله نعمل مليون كيلومتر بس لبنان صغير بالضبط اسعد مبروك ان شاء الله كثير شوفوا الخير على وشك كثير وميرسي للفيوتشر ولكل الاكيب يا اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا مشاهدينا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم موعدنا بتجدد أسبوع مقبل بنفس الوقت باي باي